السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عنودي اكس او. اليوم رجعت لكم بلعبة ليتل نايت ميرز الجزء الثاني. طبعا انا لعبت الديمو واليوم نزلت اللعبة كاملة، فيلا نبدأ. قبل لا أبدأ ألعب في ملاحظة مهمة بقولها، أني بأبدأ لعب من عند النقطة اللي وقفنا عندها في الديمو، واللي بيسأل ليش ما تبدأ من البداية وما أدري إيش، لأن حنا لعبنا الديمو وكان بداية اللعبة نفس الديمو اللي لعبته، فما يحتاج أني أعيد مرة ثانية أنزل نفس الشيء، عرفتوا؟ فبأبدأ من عند النقطة اللي وقفت عندها في الديمو وخلاص أستمر عليها. اوه ماي جاد، يا الرعب النفسي، ترى قاعد يسلخ جلودهم. الله ياخذه. يلا يلا، القبعة القبعة. بسرعة بسرعة بسرعة. يلا 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 يلا. Oh my God، الرعب النفسي. احنا هنا توقفنا ونطينا في حفرة، بعدها انتهى الديمو. بس والله يا ان الصياد هذا غريب، يعني احسه غامض ومرة اجرام مو طبيعي. هو ويا عينه ذي ما ادري شلون. متحمسة اشوف ايش صار بعد يعني بعد الحفرة اللي نطينا فيها في الديمو، وبعدها اخلص احس ودي اعرف ايش اللي بعدها. هل تتوقعون اننا راح نكمل؟ بسرعة بسرعة بسرعة. Oh my God، الرعب النفسي. ايه شكله بيستمر يلاحقنا، الله يخلي العدو. يمه يمه يمه، والله يخوف يا الشعور. الله يستر الله يستر. الحين بيطلع لنا، اكيد بيطلع لنا، واضحة ما دام انه طلعنا برا. لحظة خلي امسك يدها، تعالي جماعة. هذه اتوقع انها سكس، مرة كيوتة. ايوه الحين هذه الاشياء ما كانت موجودة في الديمو، فنبدأ من هنا. بس ايش نسوي؟ ايش نسوي؟ خلي بحاول انط، مع اني عارف اني بموت. والله غبي والله غبي. لحظة كني شفت شيء. ايه هذه شكلها نفرة عشان نرفع الجسر كذا، كذا عندي احساس. لحظة خلي اجرب. شفتوا؟ والله اني كنت حادثة، لان البنت قاعدة تطل، يعني معناتها ما في شيء، مجرد بس ايه هي تنط. يو الحين لازم انا اسرع. طب ساعديني يا حيوانة. اها هي بتسحب. يلا اوكي اوكي فهمت فهمت. شوفوا انا الحين امسك لها الطريق عشان هي تنط، بعدين اذا هي راحت هناك انا اناديها اقول لها يعني ارفع الجسر وكذا، يعني نفس ما انا سويت. الحين هي تسوي الجهة الثانية. يلا نط خلصينا. اح الحين يلا نناديها. اي الحين سمعتني. اي لازم اجي انط بسرعة وتمسكني. كيوت يا اخي، ودي اكلهم لطيفين. ايوه الحين قدرت امسك يدها، تعالي.
او ماي جاد الرعب. شو تشوفون الفخاخ وش كثرها؟ الله ياخذ هذا الصياد الزفت. ليش يسلخ جلودهم؟ اسمع صوته. او ماي جاد ام جاد يا زفته، تعالي ورايحه. اوكي هو بعيد بعيد. واو يوهو شافنا. بسرعة 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 يا جماعة، الدق اللي حاطينها تجيب لي صرع. اوح بلشنا ناكل تبل. الله ياخذ العدو، الله ياخذك يا زفت. بسرعه بسرعه القبعه القبعه اخوي عامر القبعه. جعلك السلال قلامين. او ماي جاد او ماي جاد انا نغطس. يو بعد الولد لازم يتنفس. اوهو بعذرة بينخنق من الريحة المخيسة. يا احس الموية مو بقدرة اللي بعدها، لان تشوفون لحم وناس ميتة قرف. يو الحين لازم قبعة. يوهو يلا فقع راسي. طيب ايش نسوي اذا مو مب... اذا معناته كذا معناته اجل ما نغطس، لانه ما راح يتحمل المسافة. طيب ايش نسوي؟ الله ياخذك يا كلب. اي فهمت نفس الشيء الحين. اي اشو اشو خفت انها قفطني. يو ذي اثاريها ذي سبقتني يا جماعة. طريقة تنفسه والله العظيم تخرش. يلا هذه نتوزى وراها عشان ما يقتلنا. طيب طيب حلوين حلوين. أيوة يلا حين نرقى فوق هذه. ارقى خلصنا. اوكي او ماي جاد في هنا عصافير. شو نسوي الحين؟ يعني الحين هنا نحاش منه. بسرعة 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 بسرعة. بسرعة بسرعة سكر الباب. انتبه 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 من بني عمي مقبلت الكسير طب عيالك عادة يلي عارفنها وين قبايل في المواقف الخطيرة وفيا وما منها. Oh my God. شكلنا فجرنا بطنه. تقوم مات نفتك منه الله ياخذ البثر. مساكين شكلهم انصمخوا. بيشوف ايش صار عليه ذا الزفت. يا رب انه مات
هدي الطلقة مرة أحس قوية والله، ما أدري، عندي إحساس إن في غدرة في الموضوع. أوه ماي جاد، لا شوفوا شكله صدق، إلا شكله مات. أوكي خلاص خلصنا الحين مرحلة الصياد. عاد مرة ما توقعت إن يعني ما توقعت إن نذبحه، بس يلا فك يا شيخ. اوكي اخيرا وصلنا، خلينا نمسك يدي عشان ما نضيع. امسك يدي. والى هنا نوقف لعب، واتمنى استمتعتوا بالحلقة، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب. مع السلامة.